أهلا بكم لأهم أخبار الجزائر، وهذه عناوينها: وفاة 6 أشخاص في حادث مرور بتمنراست، احتراق 300 نخلة في ولاية المغير، وأولمبي أشلف وشباب بلوزداد ينشطان نهائي كأس الجمهورية. أدى حادث مرور وقع صباح اليوم إلى وفاة 6 أشخاص بولاية تمنراست. وقع الحادث في طريق قرية سليسكن على بعد حوالي 40 كيلومترا من ولاية تمنراست، وتمثل الحادث حسب البيان أو حسب بيان الحماية المدنية في انحراف وانقلاب شاحنة مقطورة. تسبب حريق بولاية المغير في احتراق مئات الأشجار أو أشجار النخيل، وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحريق وقع ببلدية سيدي خليل بالمكان المسمى غابة الشيخ أو الشيخ بولاية المغير، وتم إخماد الحريق الذي تسبب في احتراق 200 نخلة كلياً و100 نخلة احتراقاً جزئياً. من المقرر أن يواجه شباب بلوزداد جمعية أولمبيا الشلف مساء اليوم في نهائي كأس الجمهورية بملعب ميلد هدفي في وهران، وستشهد النسخة 55 من نهائي كأس الجمهورية، المواجهة الأولى من نوعها إلى تجمع أو التي تجمع بين الفريقين، والتي سيسعى من خلالها الشباب للحفاظ على اللقب. كشف بيان لأمن ولاية غالما أن مصالح الشرطة القضائية أوقفت 11 شخصاً على خلفية شجار بالأسلحة البيضاء داخل الحي السكني بولحفة عبد الحميد لمدينة هيوبلويس، محدثين حالة من الهلع وسط السكان، وأجرت مصادرة أسلحة بيضاء تمثل في سكاكين وعصي. حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بألمانيا واليونان، وفاز الخضر لأقل من 21 سنة على منتخب ليبيا بنتيجة 27 مقابل 19 في إطار اليوم الثاني من دور المجموعات. أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة عقوبة السجن المؤبد في حق عون شرطة متهم بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في حي باب الوادي في قضية تعود لديسمبر 2021 بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. نهاية النشرة، في أمان الله.